نضيف عليها هذا الفاني. المنسمات نتوما كتبقاو كتحكموا فيهم على حسب الرغبه ديالكم، ممكن ديروا زيت ديال الحامض ديال البرتقال اي حاجه بغيتي. هنايا هاد نصف الكاس ديال الزيت هو كنضيفو في الاول. غادي نخدم هاد الشيء كامل، غادي نخدم هاد الزبده مزيان حتى ندخلها مع هاد المقادير كامله، من بعد نرجع عندكم. من بعد ما صبحت هاد الزبده ديالي بحال البوماط هكذا، غادي نضيف لها هاد البيضه. نخدمها حتى هي، ندخلها مزيان مع هاد الخليط هذا باش نحصلوا على واحد البوماط اللي غادي نبداو نضيفوا لها الدقيق شويه بشويه حتى نحصلوا على واحد العجينه ما تكونش قاسحه وما تكونش خفيفه. كما كتعرفوا العجين المرمل ما خصوش يكون خفيف بزاف، ما خصوش يكون ثقيل بزاف باش يمكننا نتحكموا فيه. لعيناش الحلوه ديال التمر هي حلوه، خصك انتينا تتحكم يعني في الشكل ديالها، فخصك العجينه تكون مطوعك. غادي نبدا نضيف الدقيق شويه بشويه وانا غادا حتى نحصل على العجينه اللي بغيت. هانتوما معايا ما تمشيو فيه. هانتوما كتشوفوا العجينه ديالي هكذا، ما كنعجنوهاش، المهم كنلموها حيت مازال غادي نعجنوها. غادي نطلقوها بالمدلك، غادي ناخذ واحد الفيلم اليمونتير وغادي نغطيها وندخلها شويه للثلاجه واحد المده نصف ساعه، ومن بعد نرجع نطلقها معكم ومن بعد نوريكم كذلك شنو عملت في داك التمر باش وجدتو. هانتوما معايا هنايا عندي التمر اللي خديتو، زودت له العظام، زودت له داك القشره اللي كتكون زايده، ودكته في الكسكاس وبخرته. ملي تبخر عجنته مزيان هكا غير بالفرشيط بلا ما تطحنوه. غادي نزيد عليه معلقه ديال القرفه ونصف معلقه ديال القرنفل او عود النوار، وهاد نصف ملعقه ديال الماء الزهر باش نعجنو ونحصلوا على واحد العجينه اللي كنقدروا نتحكموا فيها. غادي نضيف القرفه، نضيف هاد عود النوار اللي كيعطي واحد المذاق رائع من هاد التمر ديالنا. وانتم يمكنكم تزيدوا اضافات، مثلا عندكم زنجلان بغيتوا ديروا زنجلان، كاوكاو، اللوز، ولكن انا كنفضل يكون هاد التمر ديالي على الطبيعه ديالو باش كنحس بانني كناكل حلوه ديال التمر. يعني الحلوه ديال التمر خصها تكون خالصه بالتمر فقط. انا غادي نلبس هاد الليكات يعني باش نعجن هاد العجينه. تعرفوا ان التمر كيبسخ ليكتي. غادي نعجن هاد العجينه ديالي مزيان وندخل فيها هاد المواد اللي زدتها اللي ضفتها، وغادي ندير منها حبلات صغار. نتوما غديو كويرات كل واحد كيفاش غادي الشكل اللي غادي تشكلوا به الحلوه ديالكم، ديروا الشكل ديال سميتو ديال هاد العجينه، لان هي اللي كتحكم لكم في الشكل. مثلا مثلا الطوال غادي يجيو مثلا بحال الشكل ديال كعب الرز، ديتوه مكون غايجيو بحال غريبه، نتوما كتحكموا فيهم. انا عندي واحد المود كنصاوب فيه الاشكال، ومن بعد غادي نصاوب هاد الشيء هذا ونرجع لكم. هانتوما معايا انا قطعت الدوائر ديالي، غادي نبقى ناخذ من هاد العجينه، يمكن ينقص مني الا جاتني كبيره، نديرها في الوسط ومن بعد نجمع عليها. شدو هكا نجمع عليها العجينه حتى كنجمع مزيان هكا من الكويره. من بعد ناخذ داك المول ديالي ندخلها هنا، هاد المول داك التحت خليه الفوق حيت هو اللي غادي يكون التحت. ناخذها نلبسها هكا هاد المول ونضغط بيدي باش يخرج، باش كتخرج العجينه وكتجي في هاد الشكل هذا. نعاود معكم الشكل الثاني. دائما هاد الكويرات حيت جاوني كبار شويه نستمر على هاد الحاله حتى نكمل كلشي. دابا غادي ندخل هاد البلاطو ديالي للفرن على درجه الحراره 180
والفرن يكون مسبق يعني سخون، من بعد نرجع معكم باش نوريكم النتيجه النهائيه. هذه هي الحلوه ديال التمر ديالنا اللي وجدت، كتجي زوينه لذيذه شهيه. هذا التمر هذا كنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم للمشاهده وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.